دانت هيئة علماء اليمن عملية اختطاف الشيخ الشيباني من قبل عصابة مسلحة في مديرية المنصورة بالمحافظة أو بالعاصمة المؤقتة عدن. وفي بيان لها عبرت الهيئة عن أسفها البالغ وإدانتها الشديدة لعملية اختطاف الشيخ الشيباني، ودعت كل الجهات المعنية للقيام بواجبها وبسرعة الإفراج عن الشيخ المعتقل والكشف عن الجهة التي تقف خلف عملية الاختطاف. وأضاف البيان أن مسلحين يواصلون اعتقال الشيخ الشيباني لليوم الثامن على التوالي بعد قيامهم باعتقاله أثناء توجهه إلى مطار عدن لغرض السفر للعلاج في جمهورية مصر العربية.